كان في رجل مصري اسمه طلعت حرب، طبعا توفى الله يرحمه، توفى قبل يمكن أكثر من 80 سنة. الرجل هذا كان عقلية فذة، عقلية جبارة بالاقتصاد، يعني هو اللي حرر اقتصاد مصر من تبعية الدول الأجنبية، هو اللي خلى اقتصاد مصر اقتصاد ذاتي. الرجل هذا من شدة ذكائه كل الشركات المصرية الحالية من تأسيسه، مثلا يعني مصر للطيران، مصر للسياحة والتصدير، مصر للفحم، غزل مصر، أي شركة فيها اسم مصر تأسيسه، حتى بنك مصر، أكبر بنك في دولة مصر هو اللي مؤسسه. فكان الشعب المصري مدين له بالكثير، لأنه هو اللي رفع اقتصاد مصر، حتى كانوا يسمونه أبو الاقتصاد. طلعت حرب كان يدير الشركات هذه بنفسه، هو بنفسه واقف عليها ويدير الشغل. كانوا يقولون له في ناس موظفين زينين سلموا، ما يثق بعد، هو يدير الشغل بنفسه، حتى الحكومة المصرية تقدم له كتاب شكر بسبب عقليته الفذة. يعني فيما بعد صار بعد عضو في مجلس الشيوخ المصري. طلعت حرب بيوم من الأيام شاف موظف في إحدى شركات مصر اسمه أحمد سالم، موظف شاب صغير توه يعني تعيين جديد، فصار بينه وبين احتكاك وسولف وياه شوي، أعجب بشخصية أحمد سالم وشاف مستوى عقله. أحمد سالم بعد عقلية فذة جدا، وبدأ يسولف وياه لحد ما صار تغارب بينهم، وبدأ يثق بأحمد سالم، فأسند إلى أحمد سالم مهام كثيرة، يعني أغلب المهام اللي في شركات مصر أسندها إلى أحمد سالم، لدرجة أن الموظفين القدامى ناس أكبر من أحمد سالم وأقدم منه بالعمل، لكن هو تدرج ومسك مناصب وأسندت له مهام أكثر منهم. كانوا يقدمون تقارير إلى طلعت حرب، وأصدقاء طلعت حرب كانوا يقولون له خليه يولي أحمد سالم ابعده، لكن طلعت حرب ما يسمع. الرجل عقلية جبارة، زائد أنه عرفها طلعت حرب يعني وثق فيه، فكانوا يحاولون يخربون على أحمد سالم، يعني نوعا من الغيرة أنه موظف جديد وصل يعني قاعد على عرش شركات مصر، فكانوا يبون يخربون عليه ما قدروا. ومشت السنين على هالحالة إلى أن استمرض طلعت حرب بيوم من الأيام، أصيب بوعكة صحية وقعد بالبيت ما راح للشغل. فاجأ أحمد سالم الصبح قبل لا يتجه إلى عمله قال خلني أمر على طلعت حرب أتطمن عليه، فمر على طلعت حرب، شلونك، شلون صحتك، عساك أحسن، من هالكلام. فطمنه طلعت حرب قال الحمد لله زين، لكن بكرة تجي؟ قال أحمد سالم نعم أكيد بكرة أجي أمر عليك، يعني قبل لا أروح العمل أمر عليك أتطمن عليك. قال له طيب قبل لا تجيني بكرة أبيك تمر محل التابعي. هذا محل التابعي شخص اسمه التابعي، عنده محل فول، أفضل محل فول في وقته. قال أبيك تمر محل التابعي وتجيب لي طبق فول قبل لا تجيني. قال له حاضر بكرة إن شاء الله أجيب لك. واستأذن أحمد سالم وراح لشغله. خلص شغله طلع من البيت نام، قعد بالليل سهر مع أصحابه إلى الصبح. يوم صار الصبح مشى يبي يروح لطلعت حرب يبي يطمن عليه، لكن المشكلة أن أحمد سالم نسى لا يمر محل الفول، نسى لا يجيب له فول معه. وصل عند طلعت حرب، شلونك اليوم، عساك أحسن، إيه الحمد لله أحسن، وين طبق الفول اللي طلبتك، لا يكون نسيته. أحمد سالم تذكر أنه نسى لا يجيب معه صحن الفول، فيوم سأله طلعت حرب قال له ها نسيت الفول، ما حب يقول له اي نسيته، قال له لا مريت محل التابعي ولقيته مسكر. قال له طلعت حرب وليش مسكر؟ كان يقول احمد سالم لان التابعي متوفي اخوه فمسكر اليوم. قال طلعت حرب بسيطة وعد اليوم طبيعي. ثاني يوم طلعت حرب يعني تماثل للشفاء، كان يركب سيارته ويروح المحل التابعي، هو مشتهي ياكل فول، فراح المحل التابعي ولا لقاه مفتوح، طلب فول، جابوا له الفول على الطاولة، وأثناء ما كان يأكل نادى التابعي صاحب المحل قال له تعال. جاء صاحب المحل اللي هو التابعي وقعد ويا طلعت على نفس الطاولة، فقعد يعزي عظم الله أجرك وأحسن الله عزاك وعسى الله يرحم الفقيد وكذا. التابعي استغرب من كلام طلعت حرب، قال له شنو مناسبة هالكلام هذا؟ قال له طلعت حرب لأن أخوك متوفي. كان يقول للتابعي لا ما توفى أخوي ولا عندي أحد توفى، ما عندي، الحمد لله أهلي كلهم بخير
وما توفى أحد. فاستغرب طلعت حرب، قال له طيب أنت أمس فتحت متأخر، فتحت يعني محلك متأخر؟ قال لا، أمس فتحت على الميعاد، اليوم وأمس وقبل أمس واللي قبله كله أفتح الساعة 5 على نفس ميعادي. فعرف طلعت حرب أن أحمد سالم نسى لا يجيب الفول، ولكن كذب عليه، كذب عليه قال له المحل مسكر لأن أخو التابعي متوفي. المهم تماثل للشفاء إلى أن تشافه طلعت حرب ورجع لشغله. وأول ما رجع لشغله أول قرار اتخذه فصل أحمد سالم، فصله من كل المهام المسندة إليه ومن كل المناصب اللي كان يشغلها. فانتشرت السالفة هذه بالشركات إن طلعت حرب فصل أحمد سالم علشان صحن فول. طبعا أحمد سالم كان عند حسن ظن طلعت حرب فيه بالشغل، كان عقلية جبارة زائد إن ثقة قد ثقت طلعت حرب فيه. المهم انتشرت سالفة الفصل، وجاء شخص إلى طلعت حرب قال أيعقل هذا العقاب الكبير؟ اتعاقبه وتفصله من مناصبه والمهام المسندة إليه عشان طبق فول؟ كان يقول له طلعت حرب لا طبعا، طبق الفول بداله 1000 طبق فول، لكن هذه المهام والوظائف هذه مهام ثقة، الذكاء الحالة فيها ما ينفع، لازم الشخص يكون ذكي وبنفس الوقت ثقة. أنا بالنسبة لي ما يشتغل معاي شخص قليل الثقة حتى لو كان أذكى الأذكياء، يعني الثقة الذكاء الحالة ما يمشي، لازم معاه ثقة. اليوم أحمد سالم كذب علي في موضوع طبق فول ولقى يعني الترقيعة حق الموضوع، باكر يلقى الترقيعة في اختلاس 1,000,000 جنيه، فأنا الشخص اللي ما أثق فيه ما ينفع معاي ولا يشتغل. وفصل الرجل وراح الرجل بحال سبيله. لكن الشاهد من الموضوع إن الكذب يعني قد يعديك مرحلة، ينجيك في جولة، لكن بالنهاية تأكد أنه راح يخسرك المعركة كاملة.